السلام عليكم. يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. موضوعنا اليوم هو يتعلق بالتدريب في رمضان، متى سنتدرب وكيف سنتدرب؟ لكن قبل فهم التدريب ودخول في تفاصيل التدريب، وجب فهم ما يفعله الصيام بالجسم أثناء فترة الصيام، فوائد الصيام. ربما منكم من سيسمع هذه الأشياء لأول مرة، ولا يسع المجال لأذكر كل شيء ونشرح كل شيء، لأن المجال فهو جد شاسع، وأشجع كذلك البحث في هذا المجال، لأن الصيام حاليا فهو يستخدم كعلاج لعدة أمراض مستعصية. الصيام هو عامل من العوامل التي تحمي الجسم من عدة أمراض مستعصية، بحال السرطانات، أمراض السكري، وكذلك أمراض القلب والشرايين. الصيام يرفع المناعة، وكذلك هو عامل فيزيولوجي يحفز الجسم للتعود على حرق الدهون. مسألة جد مهمة بالنسبة للعدائي النفس الطويل، كتعود الجسم باش يجيب الطاقة من الدهون المخزنة. أثناء الصيام تتكون الهيبوغليسيمي، انخفاض نسبة السكر في الدم، وانخفاض نسبة الأنسولين، ذلك يعطي ارتفاع هرمون النمو الجروث هرمون. يرتفع هذا الهرمون تقريبا ب 2000% بحسب بعض الدراسات، وسأترك لكم المصادر في الوصف. الجروث هرمون الذي يبحث عنه الجميع، والذي يستخدم كأنابوليزون في مجال المنشطات، يفرز بطريقة طبيعية أثناء الصيام بطريقة مجانية، لكن الثمن هو صيام صحيح. والحكمة في الصيام هو كيف ستفطر وليس كيف ستصوم. هرمون النمو يحفز حرق الدهون، ويحفز عامل أوتوفاجي الروسايكلين، الروسيكلاز ديال الزوائد، الخلايا الميتة، الطفيليات، الخمائر، ومن هذه الزوائد يستخلص أشياء لا زالت صالحة، ثم يبدأ في ترميم الجسم وصناعة بروتينات جديدة. ولذلك فالجروث هرمون فهو هرمون تشبيب الجسم، والصيام هو يشبب الجسم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. If you do intermittent fasting correctly, you can spike growth hormone by 2000%. Growth hormone is an anabolic hormone. That means it builds up things. It builds muscle tissue. It builds protein. وإفراز هرمون النمو هو يحمي العضلات من التلف أثناء الصيام، لأن الجسم يأخذ طاقة أساسا من الدهون وليس من البروتين العضلي. ولذلك فلماس ميسكيرال لا تنقص أثناء الصيام، لأن هناك عوامل فيزيولوجية تحمي العضلات. It protects proteins from breaking down. Growth hormone is very, very protective against the loss of proteins. It's one of the main fat-burning hormones, and it is the main anti-aging hormone that keeps you youthful, your skin, your joints. وفي مقال بحث علمي حول أشخاص تم إعطاؤهم في اليوم الأول فطور غداء وعشاء أثناء النهار، فلم يكن هناك إفراز لجروث هرمون. والأكل يرمز له هنا بالحرف M يعني ميل. وفي أيام الصيام تم سحب هذه الوجبات وكان هناك إفراز لهرمون النمو. وكلما كانت أيام الصيام تتقدم كلما زاد إفراز هرمون النمو. ولذلك فالحد الأقصى الذي تحدثنا عنه واللي هو 2000% من هرمون النمو فهو لن تحصل عليه من يوم واحد من الصيام، بل مع تكرار عملية الصيام، وإن كان هناك صيام صحيح. أما إن كان فطور فيه أكل كثير وأكل طيلة الليل، فلن تكون هناك استفادة من الصيام من الناحية الصحية، وكل ما تحدثنا عنه في البداية من فوائد فهو سيضرب في الصفر، والجسم ديالك عوض أنه يمشي لزوائد قديمة ويتخلص منها والتراكمات اللي جمعتها هذه مدة طويلة، هذه تقاتل فقط مع الأكل اللي يعطيه في الليل، وبالتالي فلن تستفيد شيئا من الناحية الصحية خلال الصيام. غادي ندير واحد الملاحظة ونخليكم تفكروا فيها بعض الشيء، هي بالنسبة لبرامج الأكل بالنسبة للرياضيين تقوية الأجسام والعضلات، ينصحونهم بخمس وست وجبات في اليوم، ثم ينصحونهم فيما بعد بعمل ضباج على شكل هرمونات لنفخ العضلات. وكل هذه الأشياء فهي تجارية، لأن وجب على الجسم أن يجوع من فترة إلى أخرى ليكون إفراز هرمون النمو بشكل طبيعي، حتى يستطيع الجسم وتمنحه الفرصة لترميم بعض الأعطاب وبعض الأضرار. وهناك من الناس من عاشوا 70 و80 سنة و90 سنة فوق الأرض ولم تصم أجسامهم قط، وقد ضيعوا أشياء كثيرة في حياتهم. وهناك من المسلمين من صام حياته بكاملها ولكن لم يستفيد قط من الصيام من الناحية الصحية، لأنه أفسد صيامه بكثرة الأكل أثناء الليل ثم السهر والنوم أثناء النهار. This is a dry fast. If you are eating a lot of junk food, refined carbohydrates, that is going to greatly inhibit these amazing effects that you could achieve. وتيجي عندك أحد المبخسين وتيقول لك بأن الصيام الطبي والعلاجي فلا علاقة له بصيام المسلمين، لأن في الصيام الطبي والعلاجي يكون هناك شرب ماء، وهذا الشخص هو لا يعلم شيئا، لأن الصيام بالماء
أو التجويع وشرب الماء يسمى الواتر فاستين، والصيام بدون ماء كصيام المسلمين يسمى الدراي فاستين، وهذا الأخير هو أحسن أنواع الصيام، والدراي فاستين هو أقوى 3 مرات من الواتر فاستين، لأنك عندما تحبس الأكل والشرب على الجسم فهو يذهب إلى الدهون والزوائد ويحاول استخراج ماء من هذه الزوائد، وبالتالي يكون حرق الطاقة 3 مرات أحسن وأفضل. وتجدون على مستوى الانترنت مقالات وفيديوهات وأشياء بخصوص دراي فاستين، أي الصيام الجاف. ورمضان ليس شهر كسل وخمول، بل هو شهر إنتاجية وعمل، ويجب عدم توقف جميع المصالح الاقتصادية، الكل يجب عليه أن يستمر. والسؤال المطروح هو كيفاش غادي نتدربوا في رمضان، سواء بالنسبه للمدربين او بالنسبه للزاتليت، خصو يعرف بان هناك ستريس كيديروا الصيام، وهذا ستريس كيزيد في اللياقه، ثم هناك ستريس غادي نزيدوه بالتدريب، نجمع لهم بجوج ضروري يعطيونا لياقه بدنيه، ولكن خصنا نلقاو المعادله. التدريب يجب عليه ان ينسجم مع الصيام، تدريب بهدوء، تجنب كثره التعرق، تلبس ملابس مناسبه بالنسبه للطقس اللي كتريني فيه باش ما يكونش تعرق كثير، تريني في الظل مثلا في غابه، ما ترينيش مقابل مع الشمس. أنا شخصيا كنت أفضل أن أتدرب بعد صلاة العصر، وكنت دائما أبحث على الحد الأدنى في التدريب، فمثلا إذا كان فوتينج ما بين 45 دقيقة وساعة فأنا أذهب إلى الحد الأدنى اللي هو 45 دقيقة. وإذا كنت عيان أو ما قادرش تريني فحاول تأخذ راحة، خصوصا 3 أيام الأولى هتكون باقي الله كتولف الصيام، فسير بالتدريج، وعوض التركيز فقط على حصص تقيلة ديال التدريب فيكون تركيز على نمط العيش أثناء رمضان، لأننا سندخل أجواء جديدة، والهورولوج بيولوجيك ديال الإنسان كتبدل في رمضان، سواء لوقيتة الأكل ولا النوم أو ديال التدريب. وكما ورد في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الفطور ويؤخر السحور، وحنا كذلك نديرو نفس الشيء، غير هو بين الفطور والسحور من الأحسن ما يكونش هناك أكل ثقيل، يكون فقط شرب الماء، خصوصا بعد صلاة التراويح بعد 2 ساعات ديال الأكل ديال الفطور يكون شرب ماء بكيفية معقولة من أجل تعويض الماء الذي فقدناه أثناء التعرق، وكذلك ممكن تناول الفواكه لأنها تعوض الأملاح المعدنية ولا تتطلب هضم كبير. وطعام السحور يجب أن يكون أكل بسيط، لأن الأكل الثقيل أثناء السحور فهو يتطلب هضم كبير، والهضم يتطلب ماء، وربما الشخص سيحس بالعطش في الصباح. Ramadan lasts between 29 and 30. والرياضي يحاول انه ينعس في الليل واحد جوج سوايع ثلاثه سوايع، لان النوم ديال الليل ما كيتعوضش، واثناء النهار فدار مجهود كبير فخصو راحه اكثر واكثر من الناس اخرين، وفتره النوم هي كذلك تعريف افراز هرمون النمو والذي يساعد في الريكوبيراسيون في الراحه، ويساعد ايضا في لا بيرفورمانس اللياقه البدنيه. يعني باختصار الرياضي يحاول انه ما يبقاش سهران حتى الفجر بحال اللي كيديروا بزاف ديال الناس. وان كانت هناك تساؤلات بخصوص بماذا سنفطر وكيف سنفطر، فهنا قناة دكتور محمد فايد فهو في هذه الأيام يعطي معلومات بهذا الصدد، معلومات جد هامة بخصوص كيفية التعامل مع رمضان. أشكر الجميع على التفاعلات وعلى التشجيع، رمضانكم مبارك كريم، صيامكم مقبول إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.